اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى. هيكون المطبخ فيه طعم تاني. عندنا الموزة دايما بناكلها مع خضار صينية، بندلعها. الموزة دي طبعا سعرها بتفاوت ما بين إذا كانت ضاني أو كندوز أو خلافه. أنا معايا موزة حلوة النهاردة بقري، هعملها النهاردة مشوية مع بصل مشوي، حاجة جديدة كده لأن بحب الموزة ما فيهاش عظمة بقى وحتة لحمة ملبسة وزي الفل. فإزاي نعملها مع بصل مشوي من خير أرضنا. معانا الأوزي. الأوزي ده أكلة مشهورة في الخليج وخاصة في المطبخ العربي واللبناني. الأوزي اللي هو بيبقى أوزي صغير بيتعامل معاه رز بالمكسرات، رز باللحمة المفرومة، بياخد بسلة وجزر. أنا هعمله النهاردة الأوزي بالخضار مع المكسرات، حاجة لطيفة برضو. هنعمله مع العيش أو مع الخبز أو مع عجينة الجلاش حسب الرغبة. بمناسبة الحر ودرجات الحرارة العالية، طبعا الشيف المغازي مش حارمكم من حاجة. معانا الآيس كريم بأنواعه. هنبدأ النهاردة مع بداية الأسبوع آيس كريم بالشوكولاتة. أنا شخصيا بحبه. شوف نعمله إزاي بيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف. هتعملي شوية قد كده توزع الجيران وحبايبك وأصحاب ولادك وبألف هنا وشفا. من بعد نعمل سموزي، الحاجات الجميلة الحلوة اللي هي بتطفي طبعا درجة الحرارة الجو. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة النهاردة، وإزاي أتعامل مع الموزة بسعرها الحلو وشياكتها في المطبخ بطريقة بسيطة وسهلة مع بصل مشوي. عايزة تعملي آيس كريم بالفراولة؟ أهلا وسهلا. آيس كريم بالفواكه؟ أهلا وسهلا، حسب الرغبة. الأساس عندك جيلي، أنواع الجيلي في السوق أو الجيلاتين يعني عشان نبقوا عارفين المسمى بتاعه. مخرجنا الجميل بعد إذنك. أهو في نوعين، في منه نوع شفاف صغير كده عامل زي لوح البلاستيك الخفيف، وفي منه البودر. ده أساسي في تصنيع الآيس كريم والكريم شانتيه أو الكريمة اللباني. حلو الكلام. كل دولت لازم يكونوا موجودين معاكي في حالة لما تيجي تعملي آيس كريم بالفراولة، بالشوكولات، بالفانيليا، بالكيوي، بالبطيخ، حسب الرغبة. طب إزاي يا عم مغازي؟ هو ده الكلام. ولكن المهم طبعا لما تيجي تشتغلي في الآيس كريم، إحنا شغالين في توم وبصل، لازم إن إحنا ننظف إيدينا والسكينة تتغير والجلافز يتغير والبلانشة تتغير. كل ده مطلوب علشان ما يكرفش منك. هو ده الكلام. بتقطعي بطيخة حلوة في قلب التلاجة، لازم السكينة تتغسل مرة واثنين والثلاثة. شكة ان فيها توم، معلقة مية زهر، معلقة مية موارد، هتعقميها أو عصرة ليمونة عليها، تبقى في إيدك زي الفل. حلو الكلام؟ الآيس كريم احنا طبعا مجهزين شوية حاجات مع بعض كده زي الفل. معانا الكريم شانتيه ومعانا الشوكولاه بالشكل ده كده، ومعانا الحليب البودر، ومعانا صوص الشوكولاه جاهز. طب عايزين نعمله مع بعض يا شيف مغازي. ثواني كده على طول مع بعض. الخلاط معانا اهوت. اللهم صل على النبي. عينيا يا نعم. المقادير على الشاشه. ايس كريم بالشوكولاه. حلو الكلام. المقادير على الشاشه. كريم شانتيه، حليب بودر، وجيلي لا رائحة ولا شكل ولا لون، ده موجود في أي سوبر ماركت. نبص على الأوزي، اللهم صل على النبي. يتحمر كده ويطلع معانا زي الفل. تعالوا نعمله مع بعض سريعا. عايز أعمل لأولادي آيس كريم، الدنيا حر. مش بقول لك ما تشتريهوش من بره، إنك أنت تعملي آيس كريم بالفواكه جوه البيت بتضمني إيه استخدامك للفواكه؟ اتغسلت ما اتغسلتش؟ اتعصرت سليمة ولا لأ؟ الحاجات دي كلها مطلوبة. شوية الحليب بتوعنا. حلو الكلام. معانا صوص شوكولاه. حلو الشكل ده كده كفايه. معانا كريم شانتيه مضروب ومحطوط في التلاجه واخد مرحله التجميد اهو في قلب الخلاط. طبعا عندك لازم يكون في فريزر وفي درجه تبريد عاليه جدا، دي مطلوبه خلي بالك. الجيلي اللي هو الاساس بنحطه هنا، معلقه جيلي كبيره، دي اللي بيعمل عمليه المط للايس كريم.
حلو الكلام، بنضربهم في قلب الخلاط. كده اهو اهو طلع معانا زي الفل، كأنك بتعملي مايونيز. اهو نشغل خلاط تاني. اهو حاضر. بس خلاص زي الفل، ده الطبيعي. نشيل دول كده مع بعض وتعالوا نشوف ايه اللي نضرب في الخلاط. كل ده على ايدك يا تاجر. اهو الطبق الحلو ده كده، طلعنا الايس كريم اللي انت عملته على الهواء. اهو اهو بص عليه كده، عيني. حاضر اهو اهو يا فندم. اهو اهو ده الايس كريم. ده لازم عمليه التبريد تتم في الفريزر عندك 20 تحت الصفر، يخش الفريزر تبداي تقلبيه طبعا وتغرفيه لاولادك بمعلقه بتاعه الايس كريم. بتجيبي شوية مية دافيين وتحطي المعلقة كل ما تغرفي علشان تتسلك معاكي وتبقى زي الفل. اهو ادي الايس كريم بتاعنا يا عم الشيف. نطلع الأوز مع بعض كده سريعا. اهو حاجة اتعملت كده بسرعة بتفاصيلها، واتكلمت عن أساسياته مع بعض، واحنا معانا لقاء تاني بعد الهوا مباشرة اللايف، هنشرح تفاصيل عمل الايس كريم. حلقتنا النهارده فيها بساطة، فيها سهولة، فيها مرونة. كنا حريصين كل الحرص ان احنا في عجالة نشرح حاجات مطلوبة مننا عشان جو الحر، ازاي نعمل الايس كريم بالشوكولا. عملناها لحضراتكم بطريقة بسيطة وسهلة. عملنا الاوزي بحبة البركة مع الخضار، عملنا موزة حلوة لطيفة بالبصل المشوي من خير ارضنا. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيروت.